يكتبها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا جنى، هذه الحكاية، هذه فيها الخفايا، من ذا سيكشفها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا جنى، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايب الحلوين في برنامج حكاية جنى. اليوم راح أحكي لكم حكاية الأعرج والأعمى. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في رجال أعرج. تعرفوا شو يعني أعرج؟ أعرج يعني فاقد رجله، مسكين ما عنده غير رجل واحدة. وفي يوم من الأيام هذا الرجل الأعرج كان بده يجيب دواء، لكن كان فيه مشكلة. المشكلة إنه هذا الدواء مو موجود بالقرية اللي هو عايش فيها، كان بالقرية الثانية. القرية الثانية اللي هي بفصل بينه وبين قريته نهر، لكن في مشكلة ثانية. المشكلة الثانية إنه هذا الرجال الأعرج ما كان يقدر يعبر النهر، لأنه ما عنده غير إجر واحدة. إذا حاول يعبر النهر ممكن يوقع ويغرق وتجر المي. فما عرف شو يعمل هذا الرجل الأعرج، فقرر يروح عند النهر وهناك بيعرف شو بيصير معه. لما وصل الرجل الأعرج على النهر اتفاجأ وشاف انه في رجل اعمى، وراح وسأله انت شو بتعمل هون؟ رد عليه الرجل الاعمى وقال له انا بحاول اقطع النهر عشان اروح القرية الثانية بس مو قادر. قالوا ليش مو قادر؟ انت عندك رجلين تقدر تقطع النهر. قال له الرجل الاعمى صح، انا عندي رجلين بس للأسف اني ما بقدر اشوف، يعني اعمى. وقعد الرجل الاعمى والرجل الاعرج جنب النهر عشان يفكروا بفكرة كيف يعبر النهر. قعدوا يفكروا ويفكروا ويفكروا لحد ما اجت للرجل الاعمى فكرة، وحكى للرجل الاعرج احنا بنقدر نعبر النهر. قال له الرجل الاعرج كيف؟ قال له الرجل الاعمى إنه نتعاون مع بعض. قال له الرجل الأعرج برضو ما فهمت، كيف يعني نتعاون مع بعض؟ قال له الرجل الأعمى أنا الله عطاني نعمة الرجلين، وإنت الله عطاك نعمة البصر، يعني إنت بتقدر تشوف أنا بقدر أمشي. فحكى له الرجل الأعمى أنا بحملك على ظهري وإنت بتدلني على الطريق، يعني أروح يمين أو يسار أو قدام. وافق الرجل الأعرج على الفكرة تبعت الرجل الأعمى، وفعلا قرروا ينفذوا هاي الفكرة. وحمل الرجل الأعمى الرجل الأعرج على كتفه وقعد يدله يروح يمين أو يسار لحد ما قدروا يعبروا النهر ويوصلوا القرية الثانية بكل سهولة. ولما وصلوا شكر الرجل الأعرج الرجل الأعمى على هاي الفكرة الذكية. حكاله الرجل الأعمى وانت كمان شكرا إلك، هاي نتيجة تعاوننا مع بعض. وهيك حبايب الحلوين منكون تعلمنا واستفدنا من هاي القصة انه الإنسان لحاله بيكون ضعيف، انه لما يتعاون مع آخرين بيكون أقوى وأقوى، انه كلياتنا منكمل بعض.
ولازم نكون متعاونين مع غيرنا، وما بصير حدا يفكر حاله انه بقدر يعمل كل اشي لحاله. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، بشوفكم بحلقة تانية مع لقاء تاني من حكايا جنى. مع السلامة.